ضم المعرض التوثيقي الذي أقامته جمعية صفصاف الخابور الثقافية بالتعاون مع مديرية الثقافة وفرع اتحاد الكتاب العرب 85 صورة توثق أنماط المعيشة للأهالي في الجزيرة السورية مطلع القرن الماضي. هذه الصور تعد صور نادرة وهي تعد كنز، ونحن بعد إقامة هذا المعرض سنقوم بحفظها وتوثيقها، ونتطلع لاستعادة صور أخرى تعطينا فهم أوسع وأكثر غنى لهذه البيئة التي عشنا ونعيش على أرضها نحن وأجدادنا من قبل. هذا المعرض من 100 سنة، صور من الحسكة، فيها صور من البادية، صور من المدينة لبعض الصحفيين وتجميع الصحفيين نزار حسن. يعني هذا ضمن توثيق التراث اللامادي في حسكة. احنا بوقت بحاجة جدا انه نعرف الأجيال الجديدة للتراث آبائنا وأجدادنا، فمن خلال عرض الصور يتضح أنه كيف كانت معيشتهم، كيف كانت الأدوات اللي يستعملونها آنذاك. منطقة البحث بالنسبة للصور هي واسعة كثير، لكن احنا دققنا على موضوع الجزيرة السورية، يعني نقلا للأجيال هذه الجديدة ما كان يعمل آبائهم. الحقيقة هي تعبر عن تاريخ الجزيرة، وإحنا من 13,000 صورة تقريبا اختارينا حوالي 85 صورة تمثل تراث الجزيرة. وتأتي أهمية المعرض من خلال توثيق صورة الحياة عبر الصور الفوتوغرافية التي يعود بعضها لقرن من الزمان التقطها بعض الرحالة والمستشرقين، تمثل جوانب عدة للحياة بأبعادها الاجتماعية والبيئية كالحل والترحال والانتقال والأزياء والأسلحة. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية الحسكة.